لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، مقتل شخصين أحدهما موظف وانفجار عبوة صوتية في حادثين منفصلين وسط كركوك. في صحيفة المدى، المالكي يسحب بساط رئاسة التحالف من تحت الحكيم رغم عدم انتخاب البديل. في موقع كتابات، المضادات الروسية تصد سربا لطائرات بدون طيار استهدف قاعدتيها بحمية ميم وطرطوس. في موقع الجزيرة نت، ترامب قد يخضع للتحقيق بشأن التواطؤ مع روسيا. في العربي الجديد، روبرت مولر يحقق في علاقات كوشنر مع مسؤولين إسرائيليين. وفي صحيفة القدس العربي، ظريف يبحث في بروكسل الخميس سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني. الجيوش الوطنية هي الأرضية التي تنبت فيها الدول القوية والقادرة على حماية سيادتها وكرامة مواطنيها، وإلا فإن الدول التي لا تمتلك جيوشا قوية تبقى عرضة للتهديدات الداخلية والخارجية. جيش العراق منذ أن تأسس في السادس من كانون الثاني من العام 1921 وحتى مرحلة الاحتلال الأمريكي، كان المظلة الآمنة التي تنشر ظلالها على أرجاء الوطن، وكان سور المنيعة بوجه قوى الشر والظلام، ووقف سدا عاليا بوجه أعاصير الدمار التي أرادت المساس بفلسطين وسوريا وغيرهما من الدول العربية، ومقابر الشهداء في الجولان وجنين والمفرق بالأردن وغيرها تشهد بأن جيش العراق هو جيش الأمة الأصيل، كما جاء في مقال للكاتب جاسم الشمري. منذ الأيام الأولى لاحتلال العراق عام 2003، سعى بول بريمر الحاكم الأمريكي المدني للعراق والذي حكم منذ أيار مايو 2003 وحتى حزيران يونيو 2004 بإصدار العديد من القرارات الهادفة لتدمير الدولة العراقية وإعادة تأسيسها وفقا لمصالح القوى المحتلة، وبما يضمن تدمير الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والاستراتيجية والخدمية. السنوات الماضية القريبة أثبتت أن الغاية الكبرى من احتلال العراق لم تكن إسقاط الحكومة القائمة، وإنما إخراج الجيش العراقي من معادلة القوى في الشرق الأوسط لصالح الكيان الصهيوني، ذلك لأن جيش العراق كان من القوى التي يشار إليها في المنطقة، ولهذا كانت القوى الكارهة للأمة حريصة على إنهاء هذا الدور الحيوي لواحد من أكبر جيوش الشرق الأوسط. ويضيف الكاتب تحية لجيش العراق في عيده الوطني، وسيذكر التاريخ هذا الموقف البطولي لرجاله الذين صدقوا في حبهم لوطنهم عبر مسيرة مليئة بالانتصارات والصبر والثبات. الآن كل واحد منهم صار شريف روما، ما من أحد منهم يقبل بأقل من الالتزام بمبادئ الدستور والتقيد التام بأحكامه. خرق الدستور بالنسبة لهم جميعا غدا خطا شديد الحمرة، من أعينهم هم أفراد طبقتنا السياسية المتنفذة الذين يقفون بقوة وصلابة وثبات ضد فكرة تأجيل الانتخابات المقرر تنظيمها في 12 من أيار المقبل، والحجة التي لا يتشبثون بها أن الدستور لا يسمح بتأجيل الانتخابات البرلمانية ولا يخول أي سلطة باتخاذ قرار في هذا الشأن، كما جاء في مقال عدنان حسين في صحيفة المدى. إنهم الآن ينوحون على الدستور ويلطمون الصدور العارية ويضربون الأكتاف بالسلاسل حزنا على الدستور المهددة أحكامه بالانتهاك بتأجيل الانتخابات. أمر حميد وجيد أن تكون للدستور كل هذه المحبة والاحترام، بل التقديس، نعرف أنه مزيف،
لكننا حتى لا نكون في حال تشبه حال الأطرش بالزفة، نريد من هؤلاء الأفراد الميامين في طبقتنا السياسية المتنفذة أن يبينوا لنا الآتي: لماذا إذا تجاوزتم أنتم وأحزابكم وكتلكم وائتلافاتكم على مبادئ الدستور وخرقتم أحكامه عشرات المرات على مدى 12 عاما؟ أنتم لا تسوغون الآن تأجيل الانتخابات، لأن التأجيل يتعارض مع أحكام الدستور. إذن كيف سوغتم من قبل وكيف تسوغون الآن انتهاككم مبادئ الدستور وأحكامه بعدم تعديل الدستور، وهو الاستحقاق المتوجب منذ أكثر من 10 سنوات؟ وكيف سوغتم لأنفسكم وتسوغون الآن انتهاككم لمبادئ الدستور وأحكامه بعدم تشريع القوانين التي ألزم الدستور بتشريعها والمتوجب تشريعها هي الأخرى منذ 10 سنين؟ ويضيف الكاتب: لماذا كانت حلالاً كل هذه الانتهاكات لمبادئ الدستور والتجاوزات على أحكامه على مدى 12 سنة؟ ولا تريدون في السنة 13 فعل الشيء نفسه بتأجيل الانتخابات للضرورة التي يجادل بها الداعون للتأجيل؟ لن تجيبوا على هذه الأسئلة، لكننا نعرف الأجوبة فالقضية وما فيها إنكم تريدون الانتخابات التي تلحون في إجرائها في موعدها أن تعيد تدوير النفايات السياسية نفسها المتراكمة على مدى 13 سنة. هل ساعدت بريطانيا في وقف التأثير الكردي في مدينة كركوك العراقية في محاولة منها لتحديد التأثير الإيراني في الشرق الأوسط؟ يرى مسؤول سابق في بريطانيا وحلف الناتو أن بريطانيا فعلت هذا، ويقول المراسل الدبلوماسي في صحيفة الجارديان باتريك وينتر أن الزعم يشير إلى أن أسابيع مواجهة في أيلول سبتمبر وفي تشرين الثاني أكتوبر من عام 2017 عندما تحركت القوات العراقية ضد قوات البيشمركة بعد التصويت على استفتاء الإقليم الكردي عن العراق. ومن المتوقع أن يواجه الوزير في الخارجية البريطانية أليستر بيرت أسئلة في مجلس العموم حول التأكيدات البريطانية أنه تمت السيطرة على مدينة كركوك النفطية بمواجهات محدودة وخسائر في الأرواح قليلة. ونقلت الجارديان عن توم هاري فورسيث المسؤول السابق في الحكومة البريطانية وحلف الناتو ويعمل الآن مستشارا غير رسميا لحكومة إقليم كردستان مقاله في جواب مكتوب للجنة برلمانية مختارة للشؤون الخارجية أن الحكومة البريطانية حصلت على معلومات استخباراتية تحذر من وجود علاقات بين طهران والميليشيات الشيعية التي تدعمها بغداد وتتحرك في العراق. وتضيف الصحيفة أن هناك عدداً من المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان قامت بها هذه المجموعات المسلحة، خاصة الحشد الشعبي، وأنها تخطط للقيام بعمليات لإخراج الأكراد من كركوك. سيسأل بيرت حول مزاعم من السفارة العراقية في بريطانيا والقول إنه من الخطأ القول إن الميليشيات التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني شاركت في استعادة المناطق المتنازع عليها من الأكراد. وقال فورسايث إن وثائق سرية للمخابرات البريطانية التي كانت توزع بين المسؤولين منذ شباط فبراير عام 2016 أظهرت خططاً إيرانية لإنشاء ممر طويل بدون انقطاع عبر العراق وسوريا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كي تهدد أكثر إسرائيل ولبنان. وتعتبر هذه الخطة حلم إمبراطوري فارسي قديم للامتداد برياً من إيران إلى البحر المتوسط. وحذر فورسايث من أن تسامح بغداد مع الميليشيات الشيعية يعمل على زيادة الغضب الشديد في داخل المجتمعات السنية العراقية، وأن هذه الميليشيات تقوم بتغيير الديموغرافيا للمناطق السنية، خاصة محافظة ديالى القريبة من الحدود الإيرانية. تعود فكرة استراتيجية احتواء إيران إلى 2012 عندما دافع محلل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق كينيث بولاك في كتابه عن استراتيجية احتواء إيران بديلاً عن المواجهة العسكرية. وتنبع أهمية الكتاب من لقاءات بولاك بمسؤولين سابقين وبارزين أمريكيين وخبراء في الشؤون الإيرانية في عام 2012 في معهد بروكينج،
خلال المشاركة في محاكاة الأزمة الأمريكية الإيرانية، بحسب الكاتب أياد الدليمي في مقال له بصحيفة العرب الجديد. ويبدو أن الولايات المتحدة اقتنعت بهذه الاستراتيجية في مواجهة إيران التوسعية، ما يفسر إلى حد كبير هذا السماح الأمريكي لإيران بالتغلغل في الشرق الأوسط. ففي العراق مثلاً كانت الولايات المتحدة الراعية الكبرى لإيران، ولعل متابعة سير المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وكيف أن الولايات المتحدة لم تدخر جهداً في السماح لإيران بالتمدد من خلال أذرعها الميليشيوية وأيضاً في سوريا، تجيب على تساؤلات كثيرة بشأن الأسباب التي سمحت بموجبها أمريكا لإيران بالتمدد. وقبل نحو أسبوعين ذكرت تقارير صحفية أن واشنطن منعت إسرائيل من تنفيذ عملية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في سوريا، وهو أمر لافت للانتباه، فسليماني على لائحة الإرهاب الأمريكية، كان يتجول في ساحات القتال في العراق وسوريا، والطيران الأمريكي كان يغطي تحركاته، لكنه لم يحاول اغتيال سليماني وكان في وسعه أن يفعل. ويضيف الكاتب في صحيفة العربية الجديد: يبدو أن الولايات المتحدة كانت تدرك جيداً أن هذا التوسع الإيراني يعني فيما يعنيه جلب مشكلات داخلية لإيران لن تكون قادرة على مواجهتها. فبعد سنوات من العقوبات الاقتصادية جاء الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 ليمنحها فرصة استرداد أكثر من 150 مليار دولار من أموالها المجمدة، وبدلاً من توجيه تلك الأموال إلى المواطن الإيراني الذي خرج في مسيرات فرح عقب توقيع الاتفاق النووي، ذهبت جل تلك الأموال إلى جيوب مقاتلي إيران في دول المنطقة وأيضاً على مشاريع إيران التوسعية. بدعة ولاء شيعة العراق للنظام الإيراني لا تستند إلى حقيقة تاريخية أو مذهبية، وإنما هي موجة سياسية عابرة تخدم أهداف بعض الأحزاب والكتل السياسية الشيعية في العراق. الحقائق التاريخية تتحدث عن كره مؤسسة الدولة الفارسية قبل الخميني وبعده لعرب العراق، وهي وقائع تصاعدت خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، حيث هاجر الآلاف من العراقيين واستوطنوا إيران بسبب قرارات ترحيلهم من قبل النظام السابق قبيل الحرب بسبب تبعيتهم لإيران أو لأسباب أمنية بحسب تبريرات النظام. كما وقع الآلاف من الأسرى العراقيين خلال تلك الحرب تحت قبضة أجهزة الاستخبارات الإيرانية التي عاملتهم باحتقار وحقد، فمنعت عنهم حقوقهم وفق القانون الدولي كلاجئين. هكذا جاء في مقال للكاتب ماجد السمرائي في صحيفة العرب اللندنية. رغم قوة البرنامج الإيراني في انتزاع عروبة العراق من قلوب أبناء الشيعة، لكن هناك أمثلة يومية كثيرة على المستويين الشعبي والسياسي تؤكد ولاءهم لوطنهم العراق ورفضهم الانقياد لسياسات نظام ولي الفقيه في طهران. وهناك أمثلة كثيرة كالاحتجاجات الشعبية بين عامي 2012 و2016 والتي تم إخمادها وتخوين القائمين بها وهم من الشيعة. حصل أخيراً الفرز الواضح داخل الوسط السياسي الشيعي العراقي بين المتمسكين بعروبة العراق والرافضين للهيمنة الإيرانية، وبين الموالين لطهران وهم قلة من السياسيين المعزولين الذين وجدوا أنفسهم في حرج سياسي أمام جمهور العراقيين، فلجأوا أخيراً إلى استبدال عناوينهم السياسية بشعارات أخرى تبعد الشبهات الطائفية أو الولاء لإيران. بل إن الزعامات الشيعية الملبية للروح العراقية الصحيحة غير الموالية لطهران أصبحت أكثر قدرة على ملء مواقعها في ضمير الناس. ويرى الكاتب أن هناك تحولاً سياسياً جدياً سيأخذ طريقه مقابل انحسار لمكانة الزعامات الشيعية المنغلقة التي لا ترى في الأفق سوى الانحياز لإيران، لكن هذا التحول بحاجة إلى دعم محلي سياسي وإعلامي من النخب الثقافية والإعلامية العراقية الوطنية، ودعم عربي حقيقي نزيه فيه حرص على مكانة العراق، وأيضا يزيل من العقول السياسية ومن التداول الإعلامي مقولة أن شيعة العراق هم موالون لإيران لأنها تخدم الأجندة السياسية الإيرانية
ولابد أن تحل محلها حقيقة أن شيعة العراق هم عرب في انتمائهم وولائهم، وستثبت الأيام هذه الحقيقة. تركيا خطفت الأضواء قبل أسبوعين من الآن بزيارة أردوغان إلى بعض الدول الإفريقية. رغم ذلك ومع أهمية هذه الخطوة، إلا أن الاختراق التركي الأهم في الأيام القليلة الماضية كان في أوروبا وليس في إفريقيا. وتمثل في زيارة أردوغان لفرنسا ثم وزير خارجيته إلى ألمانيا، حيث حملت الزيارتان إلى الدولتين الأهم في الاتحاد الأوروبي، حملت إشارات مهمة على صعيد العلاقات التركية الأوروبية المتوترة مؤخرا. فقد شهدت الزيارة الأولى توقيع تركيا مع كل من فرنسا وإيطاليا اتفاقا لإنتاج منظومة دفاع جوي وصاروخي تركي، بينما تخلل الثانية لقاء حميمي بين وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره الألماني، بحسب مقال للكاتب سعيد الحاج في موقع عربي 21. ولئن كانت الزيارة الثانية محملة بالإيحاءات الإيجابية، إلا أن الاتفاق الذي شملته زيارة أردوغان لفرنسا يحمل أبعادا استراتيجية مهمة بالنسبة لأنقرة وعلاقاتها الأوروبية. إن تراجع أهمية عضوية الاتحاد الأوروبي بالنسبة لتركيا جزئيا بسبب الانشغال بالأجندة الداخلية المزدحمة، وأهمها الإعداد لانتخابات 2019 وبيد تطبيق النظام الرئاسي، وجزئيا أيضا بسبب القناعة التي تتشكل في الوقت استحالة انضمام أنقرة لنادي بروكسل علميا وفنيا. ولئن كان تصريح أردوغان من باريس بأن بلاده لن تطلب بعد اليوم من الاتحاد الأوروبي ضمها إليه يحمل نبرة عتاب، إلا أنه يحمل أيضا تلميحا إلى مسارات أخرى بديلة. هذه المسارات البديلة ألمح إليها أيضا الرئيس الألماني شتاينماير حين قال إن البريسكت البريطاني قد يكون نموذجا جيدا لتركيا، وهنا قد يكون المعنى المقصود تخلي أنقرة عن حلم الانضمام للاتحاد لمصلحة تحسين شروط الاتحاد الجمركي وتأسيس نوع من الشراكة الاقتصادية الخاصة بينهما. ويقول الكاتب بالتأكيد لا يعني كل ما سبق أن الخلافات التركية الأوروبية باتت من الماضي، ولكنه يعني توفر حد مقبول من الإرادة لدى الطرفين للحوار ومحاولة تجاوز الأزمات حرصا على المصالح المشتركة الكثيرة وفي مقدمتها الاقتصادية، ويعني أيضا إمكانية الوصول لحل وسط بين عضوية الاتحاد الأوروبي والقطيعة، حل يريح أنقرة من الوصائية الأوروبية ويريح أوروبا من هواجس انضمامها للاتحاد، ولعلها تكون الشراكة الخاصة التي تتضمن تطوير الاتحاد الجمركي على المدى المتوسط أو البعيد. ابتدعت السلطات التايلاندية أسلوبا تراه رادعا للمتسببين في حوادث السيارات، إما لإفراطهم في تناول الكحول وإما للسرعة المفرطة، ويتمثل منهجها الجديد في إرسال مخالفي قواعد السير إلى مشرحة الموتى. فتايلاند تحتل المرتبة الثانية بعد ليبيا على قائمة الدول الأكثر تسجيلا لحوادث مرورية مروعة على مستوى العالم، وتشهد هذه النوعية من الحوادث ازديادا ملحوظا عاما بعد عام، ما دفع السلطات للتفكير في أسلوب لوقف نزيف الإسفلت والحوادث المأساوية التي تنجم عن تلك الظاهرة. يتمثل هذا الأسلوب في وضع المخالفين والمتسببين في الحوادث وجها لوجه مع الموتى. بدأ تطبيق هذا المنهج منذ أبريل نيسان عام 2016 على أكثر من 7000 شخص لم يتمكنوا من اجتياز تجربة الإقلاع عن احتساء الخمر أو حررت لهم مخالفات بسبب السرعة الزائدة، إذ تم إرسالهم إلى مستشفيات بجميع أنحاء البلاد للعمل على في مشارحها كجزء من البرنامج العقابي الذي يخضعون له. ويؤكد مدير إدارة الحريات المشروطة الحبس الاحتياطي أن هذا البرنامج يندرج تحت ما يعرف بالعلاج بالصدمة، موضحا وقد أظهرت التجارب أن الناس ليس لديهم القدرة على الدخول في مواجهة مباشرة مع الرعب والمآسي التي قد يتسببون فيها لغيرهم.
الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. إلى اللقاء.